مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل اللي دايما بنستعرض فيه بالارقام وتحليل مؤشرات البورصه المصريه اللي ارتفعت بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء. صعد مؤشر البورصه الرئيسي جي اك 30 بنسبه 1.53% ووصل ل 7368 وهي 46% نقطه. مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اك 70 صعد ايضا بنسبه 1.8% وسجل 573 و 48% نقطه. وايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا صعد بنسبه 1.24% وسجل مستوى 973 و 72% نقطه. والارتفاعات ايضا امتدت لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 1.81% وسجل 8727 و 9% نقطه. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. تصدرها قطاع العقارات بنسبة 39.23%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 19.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.59%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، المستثمرين المصريين اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة بلغت حوالي 83.75%. كذلك المستثمرون العرب اتجهوا أيضا نحو الشراء وحصلوا على 10.21% من التعاملات، لكن المستثمرين الأجانب اتجهوا نحو البيع وحصلوا على 6.4%. يأتي هذا فيما اتجه الأفراد عموما نحو البيع واستحوذوا على 55.37% من التعاملات، لكن المؤسسات اتجهت نحو الشراء وحصلت على 44.62%. بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم العربية لمنتجات الألبان أرب داري بنسبة 8.96%، ثم سهم الوطنية لإسكان النقابات المهنية بنسبة 8.9%، ويلي سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 7.81%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله بنسبة 7.8%. وعلى النقيض كانت الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم التعمير السياحي بنسبة 7.89%، ثم سهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية نقدي بنسبة 7.45%، تلا سهم مصر للإسمنت قنا بنسبة 3.52%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 3.37%. بالنسبة لرأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، ربح نحو 4 مليارات جنيه ووصل لمستوى 449.1 مليار جنيه مقابل 445.1 مليار أمس، ووسط تعاملات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر بعدما حققت ارتفاعات قوية في ختام تعاملات الثلاثاء. السوق لاقت دعما من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية المصرية والعربية، وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة احترامه لرغبة الشعب المصري في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة 1.53%، مسجلا أعلى مستويات في 45 شهرا. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 1.8%، وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 1.24%. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 449 مليارا و100 مليون جنيه،
وسجلت التعاملات قرابة مليار ونصف المليار جنيه. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة جديدة لقانون السكوك، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح أن يكون أحد أبواب قانون سوق العمل وليس كقانون منفصل، موضحا أن الأمر سيكون بيد الحكومة. وأشار سامي إلى أنه سيتم خلال أيام إصدار معايير صناديق المؤشرات وطرحها لحوار مجتمعي مع الجهات المعنية تمهيدا لإصدارها، وكذلك صناديق الاستثمار في أدوات النقد. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تدرس أيضا توحيد منح رخصة موحدة لأنشطة التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري بهدف تنشيط السوق والتيسير على الشركات. سامح الجويلي، أنيل. اهلا بحضراتكم مره تانية، واسمحوا لي لمزيد من التحليل نستقبل الاستاذ محمد جاب الله خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك معانا استاذ محمد. يعني احنا كنا سامعين في التقرير من شويه ان في مجموعه من القيود، يعني الطرق الجديده لتنشيط السوق، بعض المقترحات اللي بتقدمها هيئه الرقابه الماليه، و ايضا وجود لمجموعه من شروط القيد. احنا خلينا نبدا بده لانه ممكن يفتح لنا اكتر في عمليه النهارده على السوق. يعني تمام. طيب مساء الخير. الاول احنا الحقيقه من فتره يمكن كان لي الشرف ان انا اطلع معاك في البرنامج، وكنا اتكلمنا ان احنا بنبتدي دوره صعود متوسطة الأجل، ودورة أخرى ابتدت معانا من نهايات شهر يونيو اللي هي طويلة الأجل وهتستمر معانا من 5 لـ7 سنين. الحقيقة الدورات دي بتبقى ليها بعض السمات، من السمات بتاعتها إن بيتضافر النواحي السياسية مع النواحي الاقتصادية مع النواحي التشريعية، كلهم بتلاقيهم بياخدوا نفس الاتجاه اللي هو نحو تنشيط أحجام وقيم التداول وضخ سيولة جديدة ودم جديد سواء بالنسبة للعملاء والشركات. صحيح. احنا كنا بنواجه في نهاية او في منتصف فترة حكم الاخوان في الفترة اللي فاتت كنا بنواجه مشكلة في السوق، هو تخارج الشركات الكبرى من السوق. يمكن خرجت اكتر من شركة كبيرة، منهم على ما اذكر مجموعة اولمبيك جروب، وخرج البنك الاهلي سوستي جنرال، وكانت هتخرج المجموعة المالية هرمس. بس كان بيع للاجانب، يعني كان بيع لشركات خارجيه، واحنا عارفين كانت مين الشركات، اغلبها كانت قطريه. بالظبط كده. فالحمد لله رب العالمين انقذنا سهم المجموعه الماليه هرمس من ان هو يتباع ويخرج ايضا بره السوق. كنا بنقابل مشكله يمكن كنت بسميها هشاشه السوق في المستقبل القريب. الحقيقه يعني في الفتره الاخيره ابتدينا ناخد الدوره الصاعده زي ما اتكلمنا فيها بالتفصيل في المره اللي فاتت، بنلاقي التضافر جاي من الناحيه التشريعيه. احنا دلوقتي لما بنسهل اجراءات القيد على الشركات، الهيئه الحقيقه مشكوره يعني، وحب اتوجه لهم جميعا سواء اداره الهيئه او اداره البورصه بالشكر، ان هم فعلا ابتدوا ياخدوا اجراءات ملموسة في تنشيط السوق. كل ان انا بضخ دم جديد من شركات جديدة بسهل اجراءات القيد عليها، ده معناه ان انا بدخل شركات جديدة للسوق، فكل شركة بتدخل بتجيب المستثمرين الجداد، فابتدى السوق ببساطة كده يلفت النظر ان في حد بقى مهتم. الدوران بتبقى اسرع فيه. بالظبط كده. ده الجزء الاولاني اللي هو تسهيل اجراءات القيد. الجزء الثاني سهلوا شوية من عملية التجزئة وزيادة رؤوس الاموال. كان في الاول بيشترط ان الهيئة لازم توافق على تجزئة السهم قبل ما يتم تجزئته. كويس. حاليا يعني تم الغاء او تم تخفيف الشرط ده، بان هي طالما الشركه ملتزمه ببعض المعايير ففي الشركه بتبقى قرار الجمعيه العموميه هم ادرى بشؤونهم اذا كان السهم محتاج تجزئه. تجزئه السهم ده في حد ذاته ده بيخلق سيوله، يعني احنا خلينا هو ملوش تاثير مباشر على السهم في حقيقه الامر. صحيح. هي كل الفكره ان انت زي ما يعني خلينا ببساطه، انت معاك ورقه ب 100 جنيه
كويس، هتفكها ال 10 ورقات، كل ورقه ب 10 جنيه، هي قيمتها ما اتغيرتش بس دورانها بدل ما كانت 100 جنيه مع واحد بس هتبقى 100 جنيه مع 10 اشخاص، فبقت دوران اسرع واسهل، فده بيصب في قيم واحجام التداول. طيب انا عندي سؤالين بقى في المنطقه دي قبل ما نسيبها ونروح لحركه اليوم. اول حاجه الشق القانوني اللي احنا بنتكلم عن التشريعات الجديده، كان في تشريعات كانت سبب زي ما بدأنا كلامنا سبب تخرب كثير من البتاع واثرت على السوق فتره حكم الاخوان، تمام؟ اول حاجه هيئه الرقابه الماليه عملت وهيئه اداره البورصه عملوا ايه في التشريعات ديت عشان يشيلوها، اللي هي منها كان الوضع ضريبه زياده على عمليات التداول. الحاجه الثانيه الشكل بقى اللي هو عمليه الرقابه الماليه بجد، انك انت بتقول خففت القيود على الشركات، هل ده يسمح لشركات نصابه مثلا، يسمح لشركات ممكن ما تكونش قادره ان هي تدخل البورصه تعمل ده؟ هيبقى تخوف عند بعض المستثمرين. طيب نجيب يعني السؤال او هم سؤالين بالنسبه للضريبه، وانا يعني بنادي يمكن من ساعه ما اصدرت ان احنا لازم نشيل الضريبه دي لانها عبء اضافي على المستثمر وعبء ايضا لان بعض شركات السمسره بتضطر انها تتحمل قيمه الضريبه دي عن المستثمر، لان كمان ما فيش شغل كتير دلوقتي بالظبط كده. فاحنا بس هو الموضوع في ايد القضاء ولا تدخل في احكام القضاء الى ان يحكم. بس انا بتكلم ان هيئه الرقابه الماليه بتقوم بالدور ان هي تشيل هذه المعوقات. هي حقيقه اداره البورصه قايمه بدور قوي جدا في الموضوع الخاص بالضرائب، لان هي ادرى واحده في الموجودين كلهم باحجام التداول ومدى تاثير الضريبه التي فرضت على السوق المصري او على التداولات. بالنسبه بقى لمخاوف المستثمرين من كل حاجه، يعني خلينا برضو نقولها ببساطة، كل حاجة لها ما لها وعليها ما عليها، كويس. بس أنا لما ببص على الشق الإيجابي هل هو نسبته أكبر من الشق السلبي أو لا؟ يعني خلينا ناخد، يعني أنا ما بحبش أتصيد الأخطاء، ولكن يعني في ملحوظة في الموضوع أن أنا قيد الشركات الخاسرة في البورصة قد يضر ببعض مصالح المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، كويس. فده يمكن السلبية الوحيدة في قواعد القيد الجديدة، كويس. انما لما اجي ابص على المجمل ما اقدرش اعمم ان في سلبية واحدة قدام بالظبط كده. فهي ما يعني بحاول ان انا اوازن ما بين الامور، فانا شايف ان ايجابياته ومردوده على السوق يمكن حتى من ساعة ما ابتدينا الاعلام على القواعد الجديده وابتدى حجم التداول فعلا يرتفع. احنا ما شفناش حجم المليار يمكن من 3 سنين، صحيح، كويس. فابتدينا السنه دي او الشهر ده تحديدا نرجع تاني نشوف احجام تتجاوز المليار، كويس. فمعنى كده لا ان في بوتنشال او في نيه فرص للصعود مره اخرى. طيب احنا خلينا نبدا بقى النهارده ندخل في تحليلنا للنهارده. طبعا كلنا سمعنا الاعلان بتاع القوات المسلحه امس، وناس كتيره ومن المحللين قالوا ان صعود النهارده هو احد الاسباب الرئيسيه ليه هو هذا الاعلان. فكلمنا عن صعود النهارده، وهل فعلا الاعلان ده مع وجود برضو عندنا عوامل كتيره مؤثره في يعني في الشارع المصري للاسف، يعني تعزينا الاهالي جميع الشهداء ورجال الشرطه ورجال الجيش، النهارده في حادثتين مؤسفتين، اغتيال لواء وبرضو اصابه احد المجندين امام كنيسه في 6 اكتوبر. طيب خلينا نرجع لورا يمكن 6 شهور، بداية من ثورة يونيو المجيد. كلما مضينا قدما خطوة واستحقاق في خريطة الطريق، كلما كان ذلك دافعا لمزيد من الاستقرار، تمام. وحيثما يوجد الاستقرار يوجد الاستثمار. احنا لما ابتدينا خريطة الطريق ابتدى السوق ياخد شكل الابترند او الاتجاه الصاعد، وابتدينا نتكلم على دورة صعود متوسطة الاجل واخرى طويلة الاجل. النهارده انا بتكلم في الاستحقاق الثاني بعد الدستور. احنا شفنا طبعا الارتفاعات الرهيبه اللي حصلت في السوق المصريه بعد قرار الدستور، ويمكن قبلها كمان لان السوق بيتوقع اللي هيحدث. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في الاستحقاق الثاني اللي هو رئاسه الجمهوريه، صحيح. فبالتالي طبيعي ومنطقي جدا ان احنا بنتكلم على صعود لابد ان يفوق الصعود بتاع الاستحقاق الاولاني.
يبقى احنا كده فاضل لنا الثالثه اللي هي